فالذي ثبت في المرفوع عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين، وفي حديث أم حبيبة لما ذكر من صلى 12 ركعة في رواية الحديث الذي في الترمذي نص على مواضع 12 منها بعد العشاء ركعتين، منها بعد العشاء ركعتين. فالسنة الراتبة البعدية للعشاء ركعتان، السنة الراتبة البعدية للعشاء ركعتان. وإن صلى المرء أربع عملا بهذه الآثار الصحيحة المروية عن الصحابة فهذا زيادة خير. ومن بعد الركعتين، من بعد الركعتين البعدية للعشاء كله وقت صلاة ليل، كله وقت صلاة ليل، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء دخل بيته وصلى أربع ركعات، وصلى أربع ركعات، وسياق الحديث واضح أنها من صلاة الليل. وبعض الناس يحب، ولا حرج عليه في ذلك، يحب أن يوزع صلاة الليل على أول ليل وآخره، على أول ليل وآخره، يعني ما ينشط أن يصليها كلها آخر الليل، فيجعل شيئا منها في أول الليل وشيئا منها في آخر الليل، ولا حرج عليه في ذلك، لأن من بعد العشاء إلى الفجر كله صلاة الليل، سواء جمعها كلها في أول الليل أو كلها في آخر الليل، أو صلى بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل، لا حرج عليه في ذلك، لأن وقت صلاة الليل موسع من بعد صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الركعتان بعد العشاء من السنن الرواتب المؤكدة، واللتان قبلها من السنن المستحبات. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيما يتعلق بسنة الجمعة، في سنة الجمعة. والجمعة جاء لها سنة بعدية ثابتة في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى. وأما قبل الجمعة، أما قبل الجمعة فلم يأتي في الأحاديث سنة قبلية للجمعة، لكن جاء تنفل مطلق، جاء تنفل مطلق، يعني من دخل المسجد قبل الجمعة يصلي ما كتب الله له أن يصلي، يتنفل ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو ما شاء الله أن يكتب له من صلاة، فورد في هذا النفل المطلق، يصلي ما تيسر له، ثنتين أربع ست ثمان ما تيسر، كما جاء في صحيح مسلم، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اغتسل
ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، يعني غفر له مقدار 10 أيام. فالشهد من الحديث قوله فصلى ما قدر له، ما قدر له أي ما كتب الله له من صلاة، قدر له سبحانه وتعالى من صلاة. هذا الحديث يستفاد من أن من اغتسل وذهب إلى المسجد يصلي ما تيسر، ليس هناك سنة راتبة قبلية، وإنما يصلي ما تيسر من صلاة 2 ركعة أو 4 أو 6 أو 8 أو أزيد من ذلك، يصلي ما تيسر. وسيأتي معنا في ما نقله الشارح الأثر الذي عن ابن عمر المخرج في سنن أبي داود، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، يطيل الصلاة قبل الجمعة، يطيل الصلاة قبل الجمعة، هذا عمل بالحديث المتقدم، فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له. فمن وصل إلى المسجد يصلي ما كتب الله له، يصلي ما تيسر له من صلاة. هذا فيما يتعلق بالسنة التي قبل الجمعة، فقبل الجمعة هناك نافلة ماذا؟ مطلقة، نافلة مطلقة، وليست من السنن ماذا؟ الرواتب المحددة في السنة، لأنه لم يأتي في السنة تحديد شيء قبل قبل الجمعة. بعض أهل العلم يقيس الجمعة على الظهر، لكن أحكام الجمعة مختلفة، أحكام الجمعة مختلفة. فالذي ورد في الجمعة هو هذا النفل المطلق الذي دل عليه هذا الحديث، فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له. هذا ما يتعلق بقبل الجمعة. أما بعدها فقد جاء فيها هذين الحديثين عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، حديث سبق أنه صلى مع النبي 2 ركعة بعد الجمعة، وحديث أن النبي كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة في بيته. وورد أيضا حديث أبي هريرة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. والحديثان حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة كلاهما ثابت، أحدهما فيه أنها 2 ركعة، والثاني فيه أنهما 4 ركعات، الذي هو حديث أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر زيادة بها جمع بعض أهل العلم بين الحديثين، قال فيصلي 2 ركعة في بيته، فيصلي 2 ركعة في بيته. فبعض أهل العلم جمع بين الحديثين، قال من صلى هذه النافلة في المسجد يصليها 4، يصليها 4 كما في حديث أبي هريرة، فليصلي بعدها 4، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وإن صلىها في بيته يصليها 2 ركعة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا صلى الجمعة لا يصلي حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة في بيته، فيصلي 2 ركعة في بيته. بعض أهل العلم جمع هذا الجمع، قال إن صلىها في المسجد يصليها 4 ركعات، وإن صلىها في بيته يصليها 2 ركعة، يصليها 2 ركعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2،
وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال الحافظ رحمه الله: لم يذكر البخاري شيئا في الصلاة قبلها، والذي يظهر أنه أشار إلى ما رواه أبو داود عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا الأثر الذي عن ابن عمر في سنن أبي داود هذا إسناده صحيح، إسناده صحيح. قال نافع: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا عائد على كل ما سبق أو على الأخير منه؟ نعم، هذا عائد على الأخير، عائد على قوله ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. وابن عمر رضي الله عنهما كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، وهذه الإطالة مثل ما تقدم يدل عليها الحديث المتقدم: فيصلي ما قدر له، أي ما كتب له أن يصلي. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال ابن التين رحمه الله: لعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر. قال الحافظ: الظهر تختلف عن الجمعة، ابن القيم له تفصيل واسع في الزاد في الفرق بين الجمعة والظهر، تختلف عن الجمعة في أحكام كثيرة جدا، تنظر في كتاب الزاد لابن القيم رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مرفوعا: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. ومثله حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: بين كل أذانين صلاة. انتهى ملخصا. نعم. وفيه الحديث المتقدم: فصلى ما كتب له، يصلي ركعتين أو يصلي الأربع ركعات أو يصلي ست ركعات، يصلي ما كتب له. وركعتان لا بد منهما، ركعتان لا بد منهما، لأن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فركعتان لا بد منهما، صلي ركعتين هذه تحية المسجد، ثم يصلي ما قدر له أن يصلي من صلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، اقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين لا ينافي مشروعية الأربع. قال ابن العربي رحمه الله: إن أمره صلى الله عليه وسلم لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة، ولئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة، أو الفصل بينهما بكلام. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في استحباب جعل النوافل في البيت، جعل النوافل في البيت سواء الراتبة
سواء الراتبة وهي 10 كما في حديث ابن عمر، واثنى عشر كما في حديث أم حبيبة. والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة، يعني ما يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة، أو الفصل بينهما بكلام، يعني لا يصلها بالفريضة وإنما يجعلها منفصلة عن الفريضة، إما بالتحول من المكان أو بالكلام أو بالكلام. وهذا جاء فيه حديث سيأتي أورده المصنف رحمه الله تعالى. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا يدل على فضل الصلاة في البيوت وكثرة الصلاة في البيت، يصلي المرء في بيته ويجعل النوافل في البيت، أما الفريضة فلا يصليها الرجل الصحيح المعافى القادر إلا في المسجد وجوبا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الرجال في المساجد يصلونها وجوبا، ويأثم إذا ترك الجماعة إلا لعذر. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. فهي واجبة الفريضة. أما النافلة فالأولى أن تصلى في البيت، الرواتب وغير الرواتب، لكن إذا لم يتيسر للإنسان إلا أن يصليها في المسجد يصليها في المسجد ولا حرج عليه، ولا حرج عليه. مثل الآن الذي يريد أن يصلي الفجر في هذا المسجد وبيته بعيد عن المسجد، لو صلاها في بيته ومشى ليصلي الفريضة في المسجد ما يدرك الصلاة أو يفوته جزء كبير منها، فيبكر قبل الصلاة قبل الأذان إلى المسجد ويصلي النافلة في المسجد، فهذا لا حرج عليه. لكن الأولى إذا كان الأمر متيسرا أن تكون النافلة في البيت، والنافلة البعدية أمرها متيسر، لكن من صلى المغرب مثلا في المسجد ويريد أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا ورد فيه ثواب عظيم، يصليها في المسجد لا حرج عليه في ذلك. فالحاصل أن الأولى في النوافل أن تكون في البيت، وإن عرض الإنسان ما يعرض وصلاها في المسجد لا حرج عليه في ذلك. هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والصلاة النافلة في البيت الله جعل فيها خيرا عظيما كما سيأتي معنا في الحديث، صلاة النافلة في البيت جعل الله فيها خير عظيم ونفع، فينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحرص على أن يجعل كثيرا من نافلته في بيته. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على صلاة النافلة في البيت لتعود بركة الصلاة عليه وعلى أهل بيته. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. من صلاتكم هذا لا يتناول الفريضة في حق الرجال، الرجال الواجب عليهم اللازم المتأكد أن تصلى في المساجد،
فالمراد النافلة، اجعلوا من صلاتكم أي النافلة التنفل سواء الراتبة أو غيرها في بيوتكم، ولا تتخذوها أي بيوتكم قبورا، لأن القبور ليست مكانا للصلاة. فإذا تركت الصلاة في البيت صارت مثل القبور التي لا يصلى فيها، فيصبح البيت بيتا ماذا؟ بيتا ميتا. لأن في الحديث الذي في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر فيه الله كمثل الحي، ومثل البيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الميت. فالبيت الذي لا يذكر فيه الله عز وجل بيت ميت، لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلى فيه. ولهذا ينبغي أن يكون جزء من صلاة المرء أو كثير من صلاته النافلة يصليها في بيته، وهذا فيه خير عظيم وفوائد عديدة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها. ولفظ النسائي والترمذي: صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، مقصود بالصلاة هنا أي المكتوبة، المكتوبة: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. المعنى أن يؤخر النافلة إلى البيت، لا يصليها في المسجد، هذا المعنى، يؤخر النافلة إلى البيت لا يصليها في المسجد، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل وأولى. قال: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله، انتبه لهذه الجملة عظيمة جدا، يقول: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. خيرا هذه كلمة ماذا؟ واسعة جامعة. خيرا، خيرا يدخل تحتها ماذا؟ يدخل تحتها أمور عظيمة جدا. فالله جاعل في بيته من صلاته خيرا، صلاتك النافلة في بيتك جعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا عظيما، من ذلك حصول البركة في البيت والطمأنينة، طمأنينة البيوت، وأيضا طرد الشيطان، طرد الشيطان عن البيت، وأن يعمم البيت بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة كلها ذكر، أقيم الصلاة لذكري، ذكر لله عز وجل. وأيضا فيها التربية للأولاد الصغار، لما يأتي والدهم ويصلي في البيت ما كتب له أن يصلي، يتعلم الصغار من والدهم الصلاة. ففيها بركات وفيها عوائد عظيمة وفيها خيرات كثيرة تترتب على هذه النافلة عندما تصلى في البيت. قال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وبعموم الحديث يفيد استحباب كثرة الصلاة في البيت، كثرة الصلاة، لأن الصلاة في البيت خير عظيم، فاستحباب كثرة الصلاة النوافل في البيت. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت،
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، وفيه أن السائب بن أخت نمر صلى مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، صلى معه الجمعة، صلى مع معاوية الجمعة. يقول السائب: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. يصلي ماذا؟ النافلة. قال: قمت في مقامي فصليت. فلما دخل أرسل إلي، دخل إلى مجلس أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، لا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. لا يختص بالجمعة، كل الصلوات المكتوبة لا توصل صلاة بصلاة. الآن بعض الناس إذا سلم من الصلاة المكتوبة مباشرة في مكانه قام وصلى النافلة، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا توصل صلاة بصلاة. ما معنى صلاة بصلاة؟ نافلة بنافلة؟ ليس هذا هو المراد، أن لا توصل صلاة مكتوبة بنافلة، وإنما يجعل فاصل تتميز به الفريضة، يجعل فاصل تتميز به الفريضة، فلا توصل الصلاة المكتوبة بالنافلة أو النافلة بالمكتوبة، وإنما يفصل بينها إما بأن يقوم من مكانه أو أن يتكلم. فالحاصل أن يكون هناك فاصل بين المكتوبة والنافلة. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث وبعض العمومات استحباب تغيير المكان، يعني مثلا صلى الفريضة في موطن وهو لا يريد أن يخرج من المسجد، يبقى فيه، يغير المكان. بعض أهل العلم استحب ذلك، وأيضا من العمومات التي استدلوا بها أن الأرض تشهد يومئذ، تحدث أخبارها، يعني تحدث بما فعل عليها أو فيها. فاستحب بعض أهل العلم تغيير المكان، لكن الذي جاء في الحديث هو هذا، ألا توصل الصلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم. المهم أن يكون هناك فصل بين الفريضة والنافلة. نعم. قال الشارح رحمه الله: المقصورة الحجرة، وأول من عملها معاوية رضي الله عنه حين ضربه الخارجي. قال القاضي: واختلفوا في المقصورة فأجازها كثير من السلف وصلوا فيها. وفي الحديث النهي عن وصل النافلة بالفريضة قبل الكلام والتحول من موضعها، وفيه لزوم الأدب مع أهل الفضل وحسن الإنكار. قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه جهرا فقد فضحه وشانه. يعني هنا الآن حقيقة فائدة لطيفة في النصح. بعض النصح يسبب إشكال داخل المساجد، وأحيانا تسمعون أصوات ترتفع بين أناس بسبب نصح فات الناصح أن يكون لطيفا مع المنصوح، فترتفع الأصوات ويحصل خصومات ما ينبغي أن تكون في بيوت الله. ولهذا الشافعي رحمه الله قال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه.
قد نصحه وزانه، ومن وضعه وعظه جهرا فقد فضحه وشانه، فقد فضحه وشانه. الآن مثلا صليت المغرب والذي بجنبك قام يصلي فرفعت صوتك عليه، ما في صلاة، هذا ما هو وقت صلاة وترفع صوتك، هذا الآن ما يتقبل، وربما يحصل منه ملاسنة ومشادة ورفع أصوات. معاوية رضي الله عنه لما لاحظ على السائب ما كلمه في المسجد ولا كلمه في موضع، وإنما طلب أن يأتيه، ولما وصل بينه وبينه أخبره بهذه الفائدة. هذا من اللطف والمنهج الجميل في طريقة النصح. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك.